احنا شركة اسمها شركة تنمية مجتمع الدرب الأحمر، بندير مشروع اسمه الهيد ستارت. المشروع ده ممول من آخان فاونديشن اللي هي مؤسسة الآخان، وبشراكة مع المعونة الأمريكية الـ USAID في مصر. ومن هدف من أهداف المنحة دي إنها بتقدم مجموعة تدريبات إدارية ومجموعة تدريبات فنية بتقدم للحرفيين فقط من أصحاب الورش أو العاملين فيها المرشحين من خلال أصحاب الورش، سواء كانت خاصة بالنجارة أو ورش لها علاقة بالنجارة بشكل ما. يعني ممكن يبقى دهانات الأخشاب، ممكن يبقى أعمال الحفر والقيمة، ممكن يبقى يعني ما كل ما هو متعلق بالأخشاب. لو حد زي ما يعني احنا بنقدم الخدمة دي للناس المنتفعين اللي خدوا معانا تدريبات سواء الإدارية أو الفنية، اللي عنده رغبة منهم ان هو يعرض شغله او يفتح آفاق جديدة للتسويق معانا، بناخده معانا في المعارض بتاعتنا. ده مقدم كبونص او كمنحة مقدمة لهم بدون مجانا، بدون اي تكلفة عليهم. احنا بناخد المكان وبناخد معانا مجموعة من العارضين، كل عارض في مجاله بيبدأ بنعمل له حتى دعاية خاصة بيه، بنعمل له كروت، بنعمل له بروشورز خاصة بيه اللي هو يقدر من خلالها يوصل لآفاق جديدة، يقدر من خلالها ان هو يفتح أسواق كويسة، يقدر ينمي نفسه ويبقى يعني بشكل اقتصاديا في 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 خانة أعلى من الخانة اللي هو موجود فيها أو اللي هو يحب يتمناه. معانا يعني تقريبا 6 عارضين في المعرض المرة دي. عندنا حاجات منتجات أخشاب زي ما احنا شايفين في أبواب على الطراز العربي، وطبعا دي حاجات يعني دي من التدريبات اللي احنا بنقدمها بالذات النجار العربي لأنها من الحرف اللي هي بدأت تندثر. ف يعني دلوقتي الناس كلها بتشتغل بطريقة اللي هو القص واللزق، احنا بنشتغل بالطريقة القديمة اللي هو الجمعية، اللي هو يحفر ازاي قطعة الخشب وازاي النقر واللسان زي العاشق والمعشوق. يعني بنشتغل بأصول المهنة المتعارف عليها قديما علشان نقدر نحافظ عليها زي ما قلت قبل كده من الاندثار. طبعا بيجي لنا الناس عندهم خلفية عن النجارة، بس النجارة العربي بتبقى العملية عندهم يعني ضعيفة شوية، فاحنا بنحاول ننمي الجهة دي بالتدريبات اللي قلنا عليها. عندنا حاجات زي أعمال الصدف، معنا برضو معروضات كلها بأعمال الصدف لأنها طبعا داخل فيها النجارة وداخل فيها برضو فن الـ الـ اللي هو الصدف الصدفجية. يعني عندنا برضو شغل عربي زي الكنبة اللي أنا قاعد عليها دي حد برضو من العارضين بيقدمها علشان برضو يقدر يفتح لنفسه أسواق جديدة. ممكن يشترك 2 زي حد بتاع ستاير مع حد بتاع نجار عربي ويقدموا لنا حاجة زي الستارة اللي احنا بنتفرج عليها فوق الكنبة، بيعملوا زي تنوع لشغلهم ودمج ظريف كده بيطلع من خلاله حاجة ممكن تعجب الناس. يعني في عندنا ناس برضو بتشتغل في الحلي، ممكن برضو لو شفنا شغل النحاس مع الخشب، يعني اكتر من حاجات يعني بتشتغل مع بعضها كويس او في الديكور فبتقدم شكل كويس ممكن يعجب الجمهور. يعني طبعا عندنا برضو ابواب ما هياش برضو على الطراز العربي، برضو بنحقق التنوع فيها مع الابواب المودرن، حاجات برضو زي اللي احنا شايفينها في البوس. عندنا 3 ابواب برضو من الحاجات اللي ممكن او بابين من الحاجات اللي احنا ممكن نعتبرها من الحديثة. يعني يعني ده تقريبا ملخص. في عندنا برضو الازاز المعشق برضو مع الابواب الخشبيه، ده برضو حاجه يعني بنتمنى انها تفتح سوق كويس للناس اللي بتشتغل فيها. يعني ده تقريبا ملخص لكل العارضين معانا من اللي هم المنتفعين بالتدريبات بتاعتنا في المشروع اللي احنا بنتكلم عليه. احنا عندنا اكتر من مكان للعرض ممكن الناس تزورنا فيه. عندنا حديقة الازهر ممكن يشرفونا في اي وقت في المطعم الرئيسي مطعم القلعة، في قاعة كويسة جدا برضو. كل يعني اكتر من الناس دي بقى بكتير بتعرض ده ومجانا برضو بدون اي يعني ما يتحملوا اي تكلفة عليهم.
عندنا مصانعنا برضو سواء كان المصنع الرئيسي بتاعنا بتاع شركة الدرب الأحمر أو بتاع اللي هم الحرفيين نفسهم اللي هم بنقدم لهم الخدمات دي. ممكن يعني أي حد يحب يزورنا يتفضل. في صفحة على الفيسبوك احنا عاملينها شركة أخان وشركة تنمية مجتمع الدرب الأحمر، دي برضو ممكن يوصلوا لنا من خلالها ويشوفوا الأنشطة اللي احنا بنعملها ايه واللي بنقدمها للناس. ممكن برضو يتواصلوا معنا من خلال الأرقام التليفونات عندنا. ممكن أقول الأرقام موبايل لو 0122-984-1130 0122-984-1130 أو 010-44-165. من خلال الأرقام دي وفي أرقام أرضية تانية 2510-88-21 2510-88-39 في المسؤولين موجودين في الشركة هيردوا عليك وهيحولوك على المختص يعني اللي ممكن يقدم لك المعلومة اللي تحبها. شكرا.